زار الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني تشي جين بينغ. وخلال وجوده في بكين زار الرئيس السيسي النصب التذكاري للجندي المجهول في بكين، حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب، كما أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بقصر الشعب الصيني. يأتي ذلك فيما شارك الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني، والتقى عددا من المسؤولين الصينيين ورؤساء الشركات الصينية. تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة العاصمة الصينية بكين. حيث استهل سيادته الزيارة بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان تيانان مين. وتفضل سيادته بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول. وعقب الانتهاء توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قاعة الشعب الكبرى، حيث كان في استقبال سيادته الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وتلا ذلك عقد محادثات بين الرئيسين تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما تناولت المباحثات رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية. وقد شهد الرئيسان عقب ذلك مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، إضافة إلى عدد من مجالات التعاون الأخرى. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، والذي يعقد بالعاصمة الصينية بكين، حيث ألقى سيادته كلمة مصر بالمنتدى. السيدات والسادة، أود أن أنوه في هذا الإطار
إلى التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة. إنني أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، كما أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. كما ألقى السادة ضيوف المنتدى كلماتهم والتي عكست حجم التعاون بين الدول العربية والصين. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع كل من السيد تشاولي جي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني، وكذا السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصينية. ورئيس شركة سي اس سي اي سي للإنشاءات. وكذلك السيد رئيس مجلس إدارة شركة هندسة الطاقة الصينية.